هاد الوليدات راه ماشي جنيدات، راهما في بؤره، بؤره خطيره في مدينه سوي. خروج امن يكون تحت منظمات دوليه تحت الصليب الاحمر، بغينا اي حاجه تعتق هاد الوليدات. الاسمنا ديال مطيل، الابن ديالي اسماعيل سفراني، قابع في مدينه سومي، بؤره خطيره وخطيره جدا لهاد الطلاب. انا جئت اليوم اتكلم نيابه عن الاباء كلهم اللي وليداتهم محاصرين في اوكرانيا. بالنسبه للطلاب اللي متواجدين في الحدود بين اوكرانيا والدول الجوار، كنطلبوا لهم ان شاء الله يطلق الله سراحهم. حنا المشكل دابا الصعب، والصعب هو كاينين اولويات في هذه الازمه هذه، ولاو عندنا اولويات ما يبقاش الحال في الناس ديال اللي كيقدروا يمروا. دابا حنا الاولويه عندنا هي مدينه سومي، اكرر مدينه سومي ثم مدينه سومي ثم مدينه سومي. الدراري ديالها كنبغيو نوصلوا صوت الطلاب العالقين في مدينه سومي، وكنوجه النداء لجلاله الملك، كنوجه النداء للجهات المغربيه والجهات المتواجده في الحدود المتمثله في السفراء، يعتقوا هاد الوليدات. هاد الوليدات راه ماشي جينا لقيناهم، هاد الوليدات راه في مقتبل العمر، هاد الوليدات يتجاوز العمر ديالهم بين 21 حتى 26. جئت اليوم وحلفت ما نبكيش، ولكن القلب ديال الامهات كله هو كيتقطع. اللي قدر يجي راه جا، واللي ما قدرش يجي راه ما قدرش يجي. انا بكل القوه ديالي راني جايه اليوم كنمثل هاد الوليدات اللي كيناشدوكم وكيطالبوا السلطات وكيطالبوا سيدنا فوق من هاد الشيء كامل باش يعتقوهم. هاد الوليدات راهما في بؤره، بؤره خطيره في مدينه سومي. كون عرفنا هاد الشيء ما نقدروش وليداتنا كاع نحطوهم باقي تما، ولكن قدر الله ما شاء فعل. حنا القدر ديال الله مأمنين به، ولكن الله يجازي بخير السلطات يلقاو لينا حل. انا ماشي جيت لانه ولدي كاين في سومي، ولكن راني كنهضر بحرقه على 30 الى 40 طالب قابع في ديسو السول، عباد الله قابع في تحت الارض. ما حنا ما عندناش المشكل دابا في الماكل ولا المشرب، حنا بغينا خروج امن يكون تحت منظمات دوليه تحت الصليب الاحمر. بغينا اي حاجه تعتق هاد الوليدات. هاد الوليدات راه خفنا يتعاود لينا واحد السيناريو اليم ديال ريان. الله يجازيكم بالخير، الله يرحم لكم الوالدين. راه ما بغيناش شي حاجه تكون كتالمنا وحنا كنشوفوا هاد الوليدات ما قدرناش باقي نعتقوهم. الله يجازيكم بخير. حنا كنوصلوا، بغيت نوصل هاد الصوت لهاد ديال هاد الوليدات اللي هما كيناشدونا اترافيغ لي تيليفون، كيقولوا لك ها العار الا ما عتقونا، لانه اون فوا كيقروا باش يخرجوا وكيقولوا باش يتجمعوا راه هما ما عندهمش المشكل انهم منضمين. الحمد لله كل واحد كيعطي المساعده للاخ ديالو. المغاربه اينما حلوا وارتحلوا، دائما هكا مساكن البنيات عاطينهم الاسبقيه في بزاف ديال المسائل، كيمشيو مساكن واحد كيمشي يجيب داكشي اللي خاصهم، المواد الغذائيه من سيوله ابارامون بقات وليت شويه كتنقص ليهم. ولكن انا اكرر واناشد مدينه سومي ثم مدينه سومي ثم دونك هاد الوليدات شنو هو الحل ديالهم؟ الحل ديالهم هو انهم ايسون انكلافي محاصرين، ما لقاو لا حنين لا رحيم الا واحد شويه ديال المؤونه وشويه ديال الماء كيتداولوه بيناتهم وكيطلبوا الفرج من عند الله.